ازيك وعليكم السلام ورحمة الله. لايف سريع يا جماعة، عندنا كم نقطة دارين نقول ونمشي، ما مطولين. يلبي تخالف هي بيا السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله طيبين، إن شاء الله راكزين، إن شاء الله مطمئنين. السلام عليكم جميع الناس الموجودة في اللايف. التحية لكل القوات النظامية الموجودة في كل بقاع السودان، بابنوسة، الفاشر، نيالة، الجزيرة، الخرطوم. تحية لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله كل الناس
القاعد تحضر في اللايف، ما عندنا كلام كثير كالعادة، عندنا كم حاجة دارين نوجهها ودارين نتكلم فيها، وبعد ذاك أكيد حتلقى استجابة إن شاء الله. طيب أولا شفنا الليلة الضربة بتاعت سلاح الطيران اللي اتعملت للتمركزات الموجودة على جانبين الجسر بتاع جبل أولياء، طيب اللي هي الاتجاه الشرقي والاتجاه الغربي، تمام. قبل فترة لما طلعنا تكلمنا وقلنا والله يا أخي الجسر بتاع جبل أولياء لازم يتضرب، الناس طلعت قالوا لنا لا لا ما المفترض تقولوا الكلام ده، والجسر ما يتضرب، ودي خطة استراتيجية ودي خطة غيره ودي خطة غيره. وين الخطة الاستراتيجية؟ وين الكلام اللي انتم بتتكلموا عنه ده في إمداد الميليشيا عن طريق الجسر ده، وإخراج كل المسروقات من الخرطوم ومن مدني ومن غيره ومن غيره؟ طيب الليلة حصلت ضربة للموقع ده، السؤال هنا اللي أنا داير أسأله، هل إلا الإعلام والرأي العام يطلع يتكلم في موضوع عشان يلقى استجابة؟ لازم يطلع نشكل رأي عام والناس تتكلم والناس تطلع لايفات وتعمل منشورات وغيره عشان الناس تضرب موقع ولا تعمل غيره؟ هل الكلام ده منطقي يا جماعة؟ طيب الليلة جات الضربة في حوالين السقالة يمين وشمال، اليوم نعرف شنو انك تضرب السقالة. والله يا اخي بتصلح في 48 ساعة، ما تصلح في 48 ساعة، ما تضربها ثاني. انت تديه فرقة ذاته انه يصلحها ليه في 48 ساعة؟ ما في اي سبب يخليك تديه فرقة يصلحها في 48 ساعة. والله يا اخي لو ضربناه الهجوم حيكون جهة الدويم، الدويم ما تجهز. والله لو ضربناها حيضغطوا على سنار وحيضغطوا على ما بعرف، ما سنار ما تجهز. والله لو ضربناها حيضغطوا على القضارف، القضارف ما تجهز. انت ليك سنة ما جهزتها؟ الى الان ليك سنة ما جهزتها؟ حتجهز متين يعني. فموضوع التخدير بتاع انه والله يا اخي لما الموضوع يتشكل حوالين رأي عام والقضية تبقى قضية بتاعت رأي عام وتتكلم عنها الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي والناس تتكلم، حتى انت بعد ذاك تتحرك، ان احنا المفترض الموضوع ده اتجاوزناه، مفترض نكون اتجاوزناه في خلال السنة دي يعني. الحاجة الثانية الليلة انت كل الشعب ده معك، كل المواطنين ديل معك، الشعب السوداني كله معك، الى الان في قحاته مسيطرين على وزاره الصحه، مسيطرين على اسمه شنو ده، جزء كبير من الوزارات، انت قاعد تتفرج فيهم يعني، وانت تعلم تماما انه ده القحاته يتبعوا للمؤتمر السوداني ويتبعوا لحزب الامه ويتبعوا لما بعرف وين، منتظر شنو يعني؟ ما العمل العسكري على الارض لازم يكون قصاده في عمل مدني. العمل العسكري على الارض لازم يكون في المقابل له في اتجاه عسكري. الليلة بنتكلم عن الفاشر عن الفاشر عن الفاشر، جينا قلنا والله يا أخي الفاشر دي تمام هي النقطة اللي حيقسموا بها السودان ده إذا الناس ما انتبهت. طيب الليلة كمية الناس الموجودة، القحاتة الموجودين داخل، أوريك كلام القحاتة دي المتغلغلين إلى مجلس السيادة لتاريخ اليوم. الغرض من الكلام ده شنو طيب؟ ما لما يكون في حاجة عسكرية لازم يكون مباشر بالاتجاه الثاني المقابل لها، يكون في عمل مدني. وين الشق المدني الآن في العمليات القاعد تتم دي؟ العمل العسكري براو ما كفاية إنه يوقف لك كل المشاكل بتاعت البلد، لازم يكون في عمل مدني اتجاه الكلام ده. العمل المدني ده بيجي من وين؟ بيجي من استقطابك انت لكل الناس الموجودة وقاعدة معاك واقفة معاك من بداية الحرب. الليلة كل الناس الموجودة واقفة معاك من بداية الحرب دي تمام؟ لا تعلم انه الى الان كل المرافق بتاعت الدولة مليانة قحاتة، الشرطة ذاتها مليانة قحاتة. الليلة الشرطة دي حصل فيها مجزرة قبل كده، وين اللي اتفصلوا بسبب القحاتة؟ ليه ما رجعتهم؟ ما انت محتاج لهم بس. وين اللي اتفصلوا من الجيش بسبب القحاته؟ ليه ما رجعوا الى الان؟ ليه ما سدوا مواقعهم؟ لكن عشان تيجي تقول لي والله عمل عسكري ولا يسبق عمل مدني، ده عباره عن كلام فاضي.
الليلة نحن سنة بيحاربوك من داخل مؤسسات الدولة. القحاتة شغالين فيك من داخل مؤسسات الدولة. أي عمل عسكري في الدنيا لازم يكون عندك شق مدني يواصل باقي الحاجات. طلعتوا نشروا قائمة بتاعت مطلوبين ما تنفذ فيها أي حاجة ولا حيتنفذ فيها بالطريقة دي، لأنه لسه في قحاتي قاعد يعاكس في 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 الشغل والقرارات اللي قاعد تطلع تجاه الناس ديل. ونهاية الموضوع شنو طيب يعني؟ هتخليهم قاعدين كده لمتين؟ ما هو قاعد يوصل للميليشيا كل المعلومات وكل الحاجات اللي قاعد تدور عندك. حاجة أرفع عليك الأسامي بتاعت القحادة الموجودين داخل وزارة الصحة بالاسم، وحاوريك المناصب اللي هم شاغلينها. كم مرة نجي نتكلم ونحن نقول والله يا أخي ده قصاد ده. جسر جبل أولياء تاني يتضرب وتالت يتضرب ورابع يتضرب، لكن ما تضربوا عشان تخلي له 48 ساعة يشيل سيقالة يرجعها محلها. استفيدنا شنو؟ احنا ما استفيدنا حاجة كده. لسه هتكون برضو في قوات قاعد تدخل من 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 شرق ما بعرف وين، ومن غرب وين، وما بعرف ليه ماسكين الناس. والله يا اخي لا دي خطة استراتيجية. اذا خطة استراتيجية قال لنا ضربوا ليه؟ انت ضربته عشان يشكل حوالين الموضوع ده رأي عام. نجل المسيرات، الشغل بتاع المسيرات الليلة المشهد مروي والمشهد ما بعرف وين، والله نزلنا المسيرة، نزلنا المسيرة تكلمنا مليون مرة. وبعد تنزيل المسيرة، المسيرة دي عندها نقطة ألف ونقطة باء، بتطلع من النقطة ألف بتمشي للنقطة باء، مظبوط؟ ده كلام بتاع تحليل عسكري من جواكم انتوا، ما من عندنا نحن. ما قاعد افتي ليك يا ناصر. المسيرة بتطلع من النقطة ألف بتمشي للنقطة باء، لما تضربها في النقطة باء دي تمام وتنزلها، انت عندك الاحداثيات بتاعت النقطة ألف اللي هي اتحركت منها. انت قاعد راجع شنو؟ ما تضرب النقطة ألف. والله يا اخي دي فرقة اعلامية. اول زول كتب فرقة اعلامية دي تمام طلعتها كتبتها انا قدامك ده، لكنها الفرقة الاعلامية دي حدها شنو؟ ما نحن عارفين ومقتنعين انه والله الميليشيا دي اذا عندها القدرة انها تضرب اي موقع، ولا لو الميليشيا دي عندها القدرة انها تستخدم المسيرات دي بشكل كافي وبشكل قوي، كانت ساعدت بها في وصف الجيلي، كانت ساعدت بها في المناطق هي ما قادرة تتحرك فيها. لكن طالما انها هي قاعد تستخدم المسيرات دي عشان تضرب مواقع بعيدة، دي عبارة عن فرقة اعلامية. انت عشان تنتهي لهم من الفرقة الاعلامية بتاعتهم دي، وعشان تحسم الموضوع ده، النقطة اللي انت شفتها واللي انت عارفها واللي جيتها في الكمبيوتر المرفق مع المسيرة دي اللي هو احداثي الف وبدأ، انت المفترض تضرب الاحداث اللي قامت منه. قلنا مليون مرة المسيرات دي تمام الاسة قاعد تشتغل دي، حمولة الوقود فيها اكتر من حمولة القذيفة. عشان كده الناس اللي اتضربوا بالمسيرة في عطبرة تمام كل الإصابات بتاعتهم كانت حروق، كلها كانت حروق، لأنه قوة القذيفة ما قدر قوة الخزان بتاع الوقود. إذن هي مسيرات بتاعت شنو؟ مسيرات بتاعت إنه والله يا أخي داير عامل لي فرقة إعلامية وأوري العالم والغرب والمجتمع الدولي وغيره إنه أنا مسيطر. أنت ليه بتدي فينا الفرقة دي يعني؟ ليه بتدي في الميليشيا فرقة زي دي انها تتلاعب بال 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 بالمجتمع الدولي، وتتلاعب بال بال بالقرار الاقليمي، وتتلاعب بالحاجات دي، وانت في امكانيتك ويسقف في مقدورك انك انت تنتهي من الموضوع ده؟ قادر؟ والله يا اخي مصفات الجيلي انا افهم انك انت محاصر مصفات الجيلي، وافهم انهم عندهم اسلحة قادرة وقناصات توقف متحركاتك الى مدى معين، عندك خيارات معينة وعندك حلول معينة شغال فيها تمام. في زول بينكر انه في الايام اللي فاتت دي كان في هدوء في العمليات العسكريه في كل السودان؟ كان في هدوء في العمليات العسكريه. امبارح يا دام شفنا ناس الشجر اشتغلوا، والليله شفنا الطيران اشتغل، والليله شفنا غيره اشتغل. الموضوع ده معناه شنو يعني؟ الليله يا دام الطيران ضارب له 37 عربيه متحركه من شرق النيل عشان تمشي المصفى تمام؟
ومبارح كان في ضربات جوية، تمام؟ الهدوء الحاصل في العمليات العسكرية ده هل هو متعمد؟ هل انت بتدي في الميليشيا دي فرقة لانها تشيل نفسها؟ طيب الهدوء الموجود في العمليات العسكرية ده نهايته شنو؟ داير تجبر المواطن والشعب السوداني على شنو؟ شايف الالتفاف الشعبي اللي حوالينك ده؟ شايف كل المواطنين الان الواقفين في صفك ديل؟ امش قول لهم داير اتفاوض، امش قول لهم والله داير اقعد مع الميليشيا، امش قول لهم والله يا اخي ان احنا وصلنا لحل عشان الميليشيا دي تيجي تحكمكم تاني. ساعتها حتعرف تماما المواطن ده دعمك ليه وواقف معك ليه والى الان بيساند فيك ليه. ما في زول فيكم تمام عقله يوزه كويس انه والله يمشي يعمل له هدنة ولا يمشي يعمل له قعدة ولا يمشي يعمل له غيره عشان الشعب السوداني ده تمام يجي يتحكم بالزول السرقه ويغتصبه ونهبه تاني. انت كده قاعد تنهي في نفسك، دي حيكون انت قاعد كده دقيت اخر مسمار في قبرك. انت شايف الناس في مصر وضعهم بقى شنو؟ قال لهم سنة قاعدين في مصر شايف وضعهم بقى عاملة كيف؟ الناس دي بقت ما قادرة تطلع الشارع. ليه ما قادرة تطلع الشارع؟ لأنه يا داب هو طلع الشارع بيلقى تنمر من كل الناس اللي حوالينه، من كل الفئة بتاعت المصريين اللي حوالينه. ما بنعمم الكلام ده على كل المصريين، بنقول فئة من المصريين. ده تنمر. الحاجة الثانية طلعوا فيديوهات وطلعوا غيره وطلعوا غيره. ليه انتوا ما دارين ترجعوا الشعب ده؟ ليه ما دارين تطلعوا بقلب قوي تقولوا والله يا اخي عندنا مناطق امنه 1 2 3 4 ارجعوها؟ ليه ما قادر تقول لهم والله يا اخي المنطقه بتاعتهم درمان وكرري وغيره امنه؟ ليه مصير انك تكون في اكثر من 7 مليون 8 مليون مجدوعين في مصر ده غير باقي الدول ما قادرين يرجعوا الى الان؟ ليه العمليات العسكريه بتشتغل بالمواسم؟ ها؟ تشتغلوا اسبوع تنوموا لكم 10 يوم، تشتغلوا 10 يوم تنوموا لكم 15 يوم. الغرض من الكلام ده شنو؟ ما قلنا لكم كلنا جيش. ما طلع مواطن اتدقت العماره بتاعته قبل كم يوم في كافور مربع 7 قال لك في ده القوات المسلحه. قال لك عماره شنو بنتكلم عنها؟ انت داير من المواطن اكثر من كده شنو؟ المواطن اداك كل الصلاحيات، اضرب البيت اضرب غيره اضرب غيره، خلصني من الميليشيا دي يا اخ. خلاص الموضوع ذاته الكلام بقى كثير جدا يعني. كلام 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 كلام، نحن دارين افعال في الارض. دارين تطلع القوات المسلحه تقول ارجعوا المنطقه الفلانيه والله دي امنه. دارين نقول والله يا اخي سلمناكم الحته الفلانيه تسليم مفتاح. شغالين ايوه شغالين، لكن ما ناكلين حقكم نحن. لكن اللي بتعملوا فيه في خلال الاسبوع ولا العشر يوم ولا من بعد رمضان الى الان دي تمام؟ دي انا بعتبرها هدنه عديل، بس انتوا ما اعلنتوها. انت قاعد تدوم في روح، قاعد تدوم في زمن يسلحوا، قاعد تدوم في زمن يستردوا عافيتهم، قاعد تدوم في وقت انهم يجندوا ناس. المفروض كل يوم العمليات العسكريه دي ما تقف ولا ساعه. لانه في مواطن بهناك قاعد يعاني. لانه في مواطن بهناك قاعد يموت. لانه في مواطن بهناك ما قادر يدفع حق الايجار. لانه في اولاد متعطلين من المدارس. دارين تجيبونا بكسر الرقبة انه لا لتفاوض ولا غيره، ما حيحصل الكلام ده. ما حيحصل. والمقاومة الشعبية اللي حاولوا الناس انهم يقعدوا عشان ينتهوا منها دي، هسه دي رسالة للمقاومة الشعبية، ارجعوا اتحركوا تاني. عشان لو حصلت بيكم أي غدرة في زمن من الأزمان ولا في وقت من الأوقات، تكونوا أنتم مستعدين. تكونوا عارفين حتعملوا شنو.
عشان ما يحصل لكم اللي حصل في كل المناطق اللي دخلتها الميليشيا دي من اغتصابات ومن غيره ومن غيره. لكن موضوع انك كده تجي تقعد تمام العمليات تاخد لها 15 يوم و20 يوم ما في تحرك، ولا لجسر جبل اولياء بدل ما تضرب الجسر ذاته السقاله تضرب غرب الجسر وتضرب شرق الجسر، ما تضرب الجسر ذاته، المشكله وين يعني؟ ما تضرب قبل كده يعني؟ ما تقفل لنا الباب ده؟ ما انت لو قفلت لنا الباب ده تمام صعبت عليهم حركه القوات بتاعتهم من ام درمان للخرطوم لبحري لمدني، هيجي بوين ثاني يعني؟ خلاص يعني، يعني الشعب ده يتحمل بما فيه الكفايه، ينضغط بما فيه الكفايه. نعلم انه الحركه بتاعه الحرب بتاعه المدن عمليه صعبه، لكن انت عندك مناطق الان انت مسيطر عليها. يمنعك شنو انك تفرض فيها ارتكازات شرطه؟ الكلام ده تاني بنطلع نقوله. ويمنعك شنو انك تفرض فيها ارتكازات تفاتيش قويه وبعد ذاك تعلن للمواطن انه والله يا اخي ارجع المنطقه الفلانيه عشان نبدا نخفف كويس والناس تشتغل على المناطق الثانيه. اليمنع شنو يعني؟ ما في حاجه تمنع. لكن القاعد يحصل الان ده من تاخير العمليات العسكريه تمام؟ من عدم ضغط على 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 المناطق الموجوده امنه كويس، ما فيها تفاتيش، ما فيها حركه، ما فيها غيره، المفترض انها تتحرك والمفترض انها تزيد فيها التفاتيش، تمام؟ ده عنده انا عندي تفسيرين ما عنده غيره. التفسير الاول عشان الناس بتقول لك والله يا اخي انتوا ما بتتكلموا، لا انا قاعدين نتكلم والله. التفسير الاول احتمال يكون في هدنه نحن ما عارفينها ولا بتقدروا تعلنوها. التفسير الثاني انه والله انتم ما دارين المواطن يرجع. ما الكهرباء رجعت في بيت المال ورجعت في احياء اندرمان القديمه وشغاله في كرري والمويه رجعت تمام؟ اليمنعك انت كقوات مسلحه تطلع تقول للناس ارجعوا لهذه المناطق الامنه شنو؟ ما في سبب يخليك تقول ما تقول الكلام ده. خايف من شنو انت يعني؟ خايف من شنو؟ ما في حاجه تخليك تخاف. لما جينا تكلمنا وقلنا لكم والله يا اخي المواطن السوداني ده تمام بعد شويه هيقلب ضدكم، كلامنا ده ما عجبكم وزعلتوا منه، شالته الميليشيا طلعت به وكلامنا ده بيغادي كلام تمام. والله يا اخي الزول ده ضرب في المنطقه الحساسه بتاعت انه فعلا نقطه قوات نقطه القوه بتاعت القوات المسلحه دي هي المواطن السوداني. هم فيهم الكلام لكن انتوا ما فهمتوا. المكابره في شنو؟ ما انت فعلا قوتك في المواطن السوداني، ما تكابر. المواطن السوداني ده لو من اول يوم في الحرب تمام قال انا مع الجنجويد ديل تمام، انت ما كنت قاعد ليوم الليله. اذا انت لازم تعمل الحاجه اللي بترضى المواطن ده، اللي بترضى الزول الواقف في ظهرك ده. المواطن شايف المشاكل في عينه في الارض وشايفك انت مقصر في حلوله، اولا كوبري جبل اولياء. اولا. مواطن الجزيره. القاعد هناك منتظرك عشان تجيه ده. العمليات في كل المحاور بتاعت الجزيره وقفت. مش وقفت وبس، لا. مش وقفت وبس. في مناطق اتقدموا فيها رجعوهم لنقطه متاخره ورا من التقدم. الحاصل شنو احنا ما فاهمين. ما فاهمين. المتحركات بتاعت الجزيره دي والله 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 وصلت مناطق رجعتهم منها تاني. والله يا اخي رجعتوا ليه؟ والله رجعناهم تامين. طيب تأمين ده له 15 يوم ما في زول يتحرك تاني من الموقع ده، له 20 يوم ما تحركوا تاني. التأمين شنو بالضبط؟
انت محتاج الان تمام الكلام ده افهموه واحفظوه كويس. انت محتاج الان للحداد، محتاج للنقاش، محتاج للمهندس، محتاج لغيره. ديل كلهم انت لازم تجيبهم تحت مظلتك. كل الناس دي واقفة معاك صف واحد. ما تخسر المواطن السوداني. انت الليلة دي ما معركتك انت براك يا قوات مسلحة. دي معركة المواطن قبل ما تكون معركتك انت. الليلة المواطن المعركة الشغال فيها وواقف معاك فيها دي انت لازم تقدر للحاجة دي. المؤسسات المدنية لازم تنظفها من الوسخ بتاع القاحات الموجودين فيها. الوزارات لازم تتنظف من وسخ القاحات القاعدين فيها. الليلة ما في ممكن زول مواجهك بالعلن وقدام المجتمع الدولي وقدام غيره وقدام غيره تمام وشغال ضدك وانت الى الان مخلي قاعد في المؤسسات المدنية ومخلي قاعد في الوزارات. ده ما كلام سياسة، ده كلام عقل. الا اذا انت عندك فهم تاني. الليلة الشغل التمة تمام والشغل التمة في 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 مروي وقبله في شندي والليلة في المتحركات اللي كانت طالعة من شرق النيل ماشي المصفى تمام. الشغل ده لازم يكون فيه أكبر من كده. هتجي تجبر الناس ديل على شيء هم ما دايرينه. نظف الوزارات، نظف المواقع المدنية المسؤولة من الخدمات، نظف الصحة من القاحات، أعلن المواقع الآمنة للرجوع، زيد التفاتيش، زيد الارتكازات تمام، شغل ما في حاجة حتمرق السودان ده غير انتهاء الميليشيا. وما في تفاوض بتم وانتوا تعلموا الكلام ده، وما في هدنة بتم وانتوا تعلموا الكلام ده. وإذا دارين تخسروا الناس ديل وتخسروا الشعب السوداني ده، اعملوا حاجة في الحاجات دي.